محافظ صلاح الدين يحدد الأسبوع المقبل موعداً لتحسين الخدمات في تكريت، وشرطة المحافظة تحتفل بتخرج وجبة من حماة الوطن. الأمين العام لحزب الجماهير يؤكد من الشرقاط أهمية المشاركة الاستثنائية في انتخابات مجالس المحافظات لضمان الحقوق. السوداني يلوح بإجراءات قانونية تردع استثمار موارد الدولة بالانتخابات، ورئيس الجمهورية يحمل خطر الجفاف إلى قمة دبي للمناخ. العمليات الاستباقية تخرج صلاح الدين من دائرة الخطر الإرهابي ووهم خطر الجيل الثالث لداعش، وبغداد الأعلى بعنف النساء على الرجال.